مساء الخير، ازي حضراتكم؟ معاكم المهندس مهدي رجب، مدير مبيعات شركه كي اتش ال ريل استيت والمسؤول عن القطاع السكني والتجاري والاداري والطبي بالعاصمه الاداريه الجديده والتجمع الخامس. النهارده كنت عايز اتكلم مع حضراتكم في كومباوند كابيتال واي. شركه اكويتي عامله كومباوند في العاصمه الاداريه الجديده 42 فدان، موجود في منطقه المستثمرين فوق الدبلوماتيك سكوير او اعلى الدبلوماتيك سكوير. هو 42 فدان، هم افتتحوا السنه اللي فاتت، باعوا في كان فيز 1، باعوا في كميه شقق كتيره، حققوا مبيعات كويسه جدا، ودلوقتي هم طرحوا بعض الشقق في فيز 1 وفيز 2. دلوقتي فيها برضو بعض البيلدينجز، بعض اليونتس الابارتمنت اللي موجوده فيها اللي هعرضها على حضراتكم. احنا عارفين يعني الاسم غني عن التعريف، ووتر واي الرحاب، وكمان الـ من بعض الهيستوريز اللي موجوده ووتر واي 2 و 3 الكوميرشال اللي موجود في 90 الشمالي والدائري، وكومباوند ريزيدنشال ووتر واي اللي حقق نجاح كويس جدا، والكوميرشال اريا بتاعته برضو حققت نجاح كويس جدا. اسماء الاونر مستر احمد السويدي ومستر حسام حسن. اللوكيشن بتاع الكومباوند عبقري، هو يعني ثالث نمرة من الجرين رافري، وهم في منطقة المستثمرين، الشريط المستثمرين اللي واخد من عند الكاتدرائية غربا الى الار 8 شرقا. المنطقة دي منطقة مستثمرين وهي الطرح الاول. الناس اللي خدت في فيز 1 هتستلم كمان 3 سنين، وفيز 2 هتستلم كمان 4 سنوات. هم فاتحين مرحلة جديدة دلوقتي، سعر المتر بيتراوح من اول 18000 لغاية 22000. كاملة التشطيب وكواليتي التشطيب هاي سوبر لوكس بلس التكييفات، يبقى الشقة متشطبة بالتكييفات والمطابخ. بنتكلم على الاستشاري الهندسي للمشروع او استشاري المشروع مستر المهندس رائف فهمي. العمارات كلها ارضي وسبعة ادوار جي بلس 7. بنتكلم على النسب البنائية 17% نسب بنائية، والباقي خدمات من جرين من جرينري ووتر فيتشرز. بصراحه اميز ما في المشروع ان ما فيش حاجه اسمها ووتر فيتشرز او ليكس على فيو معين، لا هم عاملين حتى الحاجات اللي بتبص خارج الكومباوند برضو عليها فيها ووتر فيتشرز. ايضا في فور كلاب هاوس تحت الاندر جراوند او تحت العمارات، فور كلاب هاوس. بصراحة الديزاين بتاع البيلدينجز حاجة محترمة جدا بصراحة، عاملين شكل يعني عاملين 3 بيلدينجز اتاشمنت مع بعض في البلوك الواحد، وكمان عندهم عاملين الاربع اسانسيرات في البيلدينجز نفسه، بحيث انك كأنك داخل هوتيل. اللوبي طبعا شكله تحفة، كأنك داخل فعلا فندق، تدخل تطلع الاسانسير تشوف بقى انت عايز تروح البيلدينجز 1 ولا 2 ولا 3 او A او B او C على حسب ما انا هوريكو. دي حاجه. كل اللوبيز اوبن سيلينج، هتلاقي عندك الدبل هايت في البيلدينجز نفسه. بنتكلم برضو على ان المساحات المتوفره اللي هم نازلين بيها، نازلين ب 90 متر 145 متر، في حاجات 120 او 125، في 175 وفي 163، في 212 لغايه 215 216 260، وبتوصل معانا لغايه 333. ده دوبلكسز، ال 333 دوبلكسز. في بعض اليونتس متبقيه في فيز 1، البيمنت بلان بتاعتها او طرق السداد بتاعتها بندفع زيرو مقدم والباقي على 7 سنوات اقساط متساويه، او لو خدنا فيز 2 بندفع 10% والباقي على 6 سنوات ونص. بنتكلم في افريج الاسعار، مثلا ممكن نتكلم في 2 مليون، 2 مليون 500، ده ل 90 متر، 2 مليون 90، بنتكلم على المساحات الصغيره، ده افريج الاسعار، لغايه بقى بتوصل معانا ل 4 و5 مليون. من الكومباوندات بصراحه اللي انا شايف ان انا بريكومندد عليها، او ان انا شايف ان انتوا تاخدوا فيها، انت بتتكلم في براند، بتتكلم في استشاري، بتتكلم في لوكيشن، بتتكلم في ماستر بلان ولاي اوت هتعجبك جدا. خدمات الكومباوند، كل الكومباوند ووتر فيتشرز بصراحه. الاستلام زي ما قلت لحضراتكم فيز 1 3 سنين، فيز 2 4 سنوات.
خليني افرجكم على الماستر بلان واللاي اوت من على ونشوف اللوكيشن. فخليكم معايا ان شاء الله افرجكم على اي حاجه، ولو في اي استفسار تواصل مع المهندس مهدي رجب، او لو لقيت رقمي قصاد حضرتك كلمني، ابعت لي مسج على الواتساب وانا تحت امر حضرتك. شكرا. طيب اكمل معاكم حضرات في شرح كومباوند كابيتال واي اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده. انا هعمل زوم ان عشان برضو بحضراتكم عارفين فين اللوكيشن بتاعه. هنا على شمالي هنا مسجد الفتاح العليم، من هنا هو بنزل على طريق الدائري الاوسطي بكمل على طول لغايه ما بوصل للدائري الاقليمي، وبكمل على طول بعد النهر الاخضر وبنزل من ممكن دايركت على طول اكمل على طول وانزل من عند الكومباوند المصري السعودي من هنا على طول على كابيتال واي، او ان انا اجي من محور المركزي انزل على كابيتال واي. فما بينه وما بين الجرين رافر يبص حضرتك قد ايه؟ ثالث نمره زي ما انا قلت، واحد اثنين الثالثه هنا. اوكي؟ ده بالنسبه للوكيشن. هشرح اللوكيشن بطريقه مثلا تكون اوضح شويه لحضراتكم. ادي الار 7 منطقه الار 7، ادي الار 8 والدبلوماتيك سكوير هنا، هم قطع 9 اتش زي ما حضرتك شايفين كده 9 اتش. اوكي؟ طيب بتكلم ان هو على شارعين مهمين جدا. الشارع ده فاصل شمال الار 7 والار 8 والدبلوماتيك سكوير، هو كمان كل الفيوز اللي بيبص هنا خلي بالكوا الدبلوماتيك سكوير ارضي واول وتاني بس، يعني الفيو هنا مفتوح والفيو اللي من هنا هيبقى بحري. طيب خلينا نتكلم في سريعا في شرح الكومباوند. ده البروشور بتاع الكومباوند، ده شكل البيلدينجز، شايفين حضرتك عامل ازاي؟ حاجه يعني محترمه جدا يعني. ده شكل البيلدينجز زي ما قلت لحضراتكم، هم 3 بيلدينجز اتشمنت مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ده اللي هيبص على الدبلوماتيك سكوير اللي قلت لحضراتكم عليكم، حي السفارات. ده اللوبي، شايفين اللوبي دبل هايت وقد ايه كانك داخل هوتيل فعلا. الاسانسير 4 اسانسيرات ومنها بتتحرك بتروح لاي مكان انت عايز تروحه. انا هشرح سريعا كده الماستر بلان. الكومباوند فيه 4 جيتس زي ما انتم شايفين كده. اول جيتس موجوده فوق من عند الجرين روفري والمستثمرين، وده من عند الدبلوماتيك سكوير، وهنا من الجهه الشرقيه ومن الجهه الغربيه. فده سريعا جدا زي ما انتم شايفين كده الماستر بلان، شايفينها كلها ووتر فيتشرز، ودي مين ووتر فيتشرز موجوده في الكومباوند. لو ركزتوا بقى حتى الحاجات اللي بتبص كده برضو في حوالين الكومباوند كل ووتر فيتشرز بصراحه، يعني الجرينري والووتر فيتشرز داخله في كل مكان. هم اهتموا ان مفيش حاجه اسمها بتبص على السور او مش بتبص على فيو، لا كلها فيها ووتر فيتشرز زي ما احنا شايفين كده. في 4 كلوب هاوس اندر جراوند زي ما انتم شايفين كده، وكمان الباركينج اندر جراوند. انت لو رايح لاو او بي او اي او بي بتيجي هنا، طب انا عايز اروح للان، لا انت بتلف من بره بقى عشان خاطر تدخل الجيتس اللي هتدخلك على الان او سي او ام او دي، عشان ما حدش يعرف يدخل بعربيه او حاجه جوه الكومباوندز. زي ما انتم شايفين كده المساحات الخضراء بصراحه يعني نسب البنائيه 17 في حاجه محترمه جدا يعني. طيب هما الفيز 1 انتوا عشان تبقى انتوا برضو عارفين في الجزء اللي على الشمال ده كده، هنقول ده فيز 1 في بعض اليونتس مفتوحه. فيز 2 اللي هما فاتحينها دلوقتي الجزء اللي على اليمين ده. تمام، لو هتكلم على فيز 1 في ال داش بي اللي هو ده ال سوري ال داش بي هنا موجود، مساحه 175 متر، دور اول وثاني وسابع ب 3 مليون 500 متوسط. وال داش سي بنتكلم برضو في مساحه 175 برضو هيبقى موجوده هنا كده. تمام، وبنتكلم برضو في الحاجات اللي موجوده برضو المميزه جدا في فيز 1 اللي هو الكي الكي بي داش وكي سي داش، دول فيهم 90 متر حضرات. تلاقي هنا دور الثالث وهتلاقي دور رابع ودور خامس ب 2 مليون 900 انا اسف 2 مليون 90، او الدور السابع لو خدت فيها يبقى ب 2 مليون 50. طيب بنتكلم برضو على جي سي جي سي داش، دي هنا موجود الدور الرابع برضو ب 2 مليون 100 90 متر.
عندنا برضو وما تنسوش ان هنا زيرو داون بيمنت والباقي على 7 سنين ونص، 7 سنين ونص. بنتكلم برضو على لو انت عايز تاخد في جي بي داش برضو موجود عندهم في الدور الخامس. طيب ننقل للفيس 2. فيس 2 موجود بقى كذا حاجه تانية، في موجود في بي، في كل المساحات اللي انا قلت عليها دي، في برضو في بيلدينجز ايه ده برضو موجود فيه زي ما حضراتكم شايفين ده. طيب لو بنتكلم بقى على هدخل دلوقتي على الماستر بلان، سوري اللاي اوت، عشان افرج لحضراتكم ايه المتاح دلوقتي. ده من بعض الصور اللي جوه الكاميرا، ده الشكل الديزاين زي ما انتم شايفين كده، الازاز كله او الشريط كلها بانوراما زي ما احنا شايفين. بتكلم ده المداخل بتاعت البيلدنجز. طيب لو احنا بنتكلم مثلا هنا، ده التقسيم البلوكس، يعني البلوكس متقسمه كده، لو ده سي اي بي زي ما انتم شايفين كده، انت لو داخل المبنى كله اهو، انت بتدخل من هنا بتوصل للوبي، بتطلع بقى تشوف انت عايز تدخل في الاسانسير، سوري، تطلع تدخل هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، في 4 اسانسيرات زي ما انتم حضراتكم عارفين. تمام، بس ده بالنسبه للبلوكس يعني. تمام، احنا بنتكلم في الفلور بلان بقى. انت عندك بقى مثلا، خليني انا عايز اجيب مساحه صغيره اشرحها سريعا مع حضراتكم. بدور انا على حاجه مثلا تكون دي مثلا حاجه 141، لو الانترنس من هنا في ريسبشن تو فيسز معاك التراس، وبدخل في هنا لوبي، في كيتشن وباث روم، ومعايا 1 بيدروم وماستر بيدروم، ده مثلا ال 141. هدور برضو على حاجه صغيره مثلا 90 متر دلوقتي اوريها لحضراتكم لو متاحه. خليكم معايا ثانيه واحده، خليكم معايا بدور على المساحة 90 متر. تمام، دي 90 متر حضرتك. هوريك واحدة جراوند واحدة تب. طيب بالنسبة للجراوند دي 90 متر، أنا بدخل من اللوبي تو قطعتين ومعايا تراس وكيتشن، دي 1 بيدروم بس، وباث روم، وهنا البيدروم دي مشتركة مع التراس بتاع السفر. فشقة لذيذة يعني، نسبة التحميل 20% زي ما حضرتك شايفين، ودي الجراوند بيبقى معاها جاردن تقريبا 30 متر يعني تقريبا نفس التقسيمة. تمام؟ طيب لو في أي استفسارات تانية عن كابيتال واي أو أي طرق السداد أو التعاقد أو أي حاجة، حضرتك ممكن تكلموني على رقمي وأنا تحت أمر حضراتكم في أي وقت، واسمي متواجد عليه. شكرا لكم.